التغييرات المناخية وتأثيرات جائحة كورونا على قطاعي التعليم والصحة واقتصادات العالم، مواضيع ناقشها المختصون في قمة المعرفة في دورتها السابعة تحت عنوان حماية البشرية وتحدي الجوائح. الحروب هي جزء من العوائق، والأوبئة جزء من العوائق، والفقر عائق كبير، لكن الدول المستعدة سواء كانت قليلة الدخل أو كثيرة الدخل هي التي ستبقى، هي التي ستبقى تصارع وتسابق وتنجح. أما الدول التي لا تستعد فإنها ستبقى متأخرة أو تتأخر تدريجيا. العالم ما بعد كورونا لم يعد كما كان عليه قبلها، هكذا يرى المشاركون في هذه القمة، وخاصة في التعليم والنواحي الصحية والتعامل مع الكوارث الطبيعية. إن هناك أيضا دور آخر لمعالجة الطلبة بعد رجوعهم للمدرسة، الجانب السلوكي، الجانب الإرشاد النفسي، الخروج من هذه الظروف التي تأثرت بها جميع الدول. اليوم نتكلم عن ملايين الطلبة في مرحلة مراحل مبكرة من التعليم لم يستطعوا أن يحصلوا على الحد الأدنى. الأمن الغذائي واستدامته وتحقيق الاكتفاء الذاتي كان أيضا أحد محاور قمة المعرفة، إلى جانب الابتكار وإدارة المخاطر، قضايا يؤكد المشاركون على أهميتها في الظروف الحالية. استشراف مستقبل المعرفة وتعزيز قدرة المجتمعات للتعامل معه وفق المتغيرات الاقتصادية والسياسية أمر بالغ الأهمية للتعامل مع الأزمات في المستقبل، وهو ما سيتطلب عملا كبيرا من الحكومات في العالم خلال الأعوام القادمة. درويش الطويل، سكاي نيوز عربية، دبي.